خليها تحت تحت 500 شموخ. لا خلي وين I'm
فورا. الصبح كذلك السادة ممثلي الهيئات السياسية النقابية والحقوقية فعالية المجتمع المدني ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية أخواتي إخواني والحضور الكرام وخلنا هنا ما كمل غوما استصنت ورقي لدي الجيل لأن هذه ورقنا المصطفى يغرى يتاس ولكن الدنيا ده تصدق ولكن السوارد غير آخر حيسب الحيسب هو هيك السوارد إني أمو داني إني داني إني هيك شاوي وخا سيسمينو الاسم الأسرة الاتحاد الاشتراكي
حي غطاس الأخ الأستاذ دريس الشقاع ذي النهارة ذنينة غانم ذي المؤتمر الرابع ذي الشاطئ القلات لأن الشاطئ القلات ميمدن كان المؤتمر الرابع لأن توان خسفنك ذي النضوى ولكن ذي النضوى مع الأسف وانو في القاعة القاعة الثقافة العماء ولكن قاعة المغنية غران نشين مارا مجدان كان ذي بوبريتان من الناس أنا حنك ذي هو ذي بوبريتان ماني المغنية التالان وشمس 6 مليون وقع كيس مليون فرانك لأن ميس انتموات البوبريتان من الشين ويخسفوا ذي أبحثتاس دانينا بيمي غيدا نبقى المؤتمر وسين دانينا المسؤولين الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية ذي الأحزاب المغنية دانينا غقا تشارك الكين غير الأحزاب المغنية وسين لأن مش غاس ننتاح يتغان غوسين ميمي لأن أمشانا إقارس أسبانيو ذي الخبا 5 من الصباح إقارس أي دولة نغذي الجماعة يغادر ربحة خيازي الدولة غادة البترول نشي الجماعة الجماعة نعزانا الشمال الناس ضربها الجنوب الناس دي ذورا درغاف القبلة كذلك في شيكا غورغو السارينا غارغاف كذلك وهو من يدى الجماعة ثمو خسنت ياضا خسنت سيدي ربي العالمين ولكن النهار ياضا خاف نغريت الملك و محمد السادس لأن دروس الجامعة يزد غار قريس يتشن ميناء غرب المتوسط الخورة من توسيما قبريد أقدرين بلاكة ثنية الميناء غرب المتوسط ماشي الميناء الزيس استخدم غاي وضم نضوى نيغ الجماعة نعزانا نيغ بني سيدان نيغ بني شيكا الميناء الديرية المويية المنطقة الشرقية تكمل الجهة الشرقية تكمل ذي الجهة الحسيمة تونات مارا الإقليم يتنشل الحشيث خسرت كان أخذ بده سيب الكاتب الأول قد سنديه مازيق لأن رش كذا شرحية وانتي زميل رش فهم ذلك لأن عاد فايض الماضي الصياح وبرنامج والناس ضرب نايا النش تاكيوان تيسياد التوفيق مارا السكان الإقليم من مضوع لأن من دغاوان أقشين وغان يديا ولكن في الكتب الأول يوزن مارا يدامينا قانهاش بيليا نشين نعاني ذي اللجنة البرنامان لأن اللجنة البرنامان قطاع الإنتاج قطاع سيد شطيبي دريس نتفق في اللي غدات اللجنة برنامانية خصوك إيحاق ندير الموضوع باش ديزات النواب المستشارين الخزان كيحونا النية نوذني أول دائما باجتماع مع الأستاذ فنوش هو اللي كيسمع المساكين وخاطر الله سبحانه وتعالى الرزق لأن بحال اللي قلت هذيك النهار في المقال ديالنا ديال الاتحاد الاشتراكي في رباط شارع العرعة قلت له السيد الوزير راك انت كتخدم من موظف صغير حتى الموظف الكبير خصك تشوف دائما عند المساكين قال لي صافي انا دائما مع المساكين مالو كان كنوقفوا هذا الفلان لو كان ماشي هذيك الاجتماع اللي دارنا في شارع العرعة كنوقفوهم هما خرجوا هذا غدا يخرجوا ولكن سيد الكاتب هو السبب مع المساكين لان حتى انت الشرح ديالنا وجيتي للرباط حقا اني غسل واتي حمانية اننا يمانا اني غسل ان الوزيع الاول الوزيع السابق جدتو نيغ العباس الفاسية رميز انتو غادي الحكومة خميد غان السكان الكاتب الخاص صنصن نيغ الكاتب الخاصة انت اذا مديت لغن التليفون قرم بحواجك نيو الوزيع الاول وادي بو غادي يدير غاق الدورة الجعفة ادي انا مانا غادي يتويت هذا يدويد ليش أقل شغاري الحق ذا برناماني غير وازي هذا استغل مقابلة هذا يستغل أو الجمعيات اللي خارقهم أمي ذنما أنا نحل مشاكل السوق
الظام من ذلك كان يوميا إني إذا كان محمد باشا باي غريدة لنا زكا أكثر الموقع الصوبة أنا شرح بغضاش هذا خدم صوت مارا أجعل دي بيجي أقل سي درست كرحت أنت غدو سي فطور اليوميين وكا قانت إني كان باشا باي غريدة ومراضا خفي وكا واغري غريدة إني مش تجارب اكتادي العلم سام قايتين تجارب العلم حما نايمية واش كاكني واتصوات كي دروس لأن السفرة مكوري الجماني الجلوسة كسم غاد وايات في بجام طاضم خبل غدوسين دا شكاكني واتصوات كي دروس مارا من مني غوم اكني وقت صغيتا مارا المملا اتواري غريا دامر وانا وانت انتويان ريا دي شند حاشات سام سلام الله يجازيكم بخير شي نبدا كان غادي الجهه التلوام كان غادي الجهه تي بوبريدان كان غادي نبدا نتعاون تعاون اليتامى المساكين نبدا الدار ما يويك تخيمي كاع المساكين وادي بوز كيني ورين غا البرنامج اللي راه اس الجماعه غادي راه خاصها راسوني غا مريض غادي صاط الصبر غادي يويك بها الراد ويسكي غادي نحبس غادي نحبس مليون فرنك ثنايين اتابل بنادم يقعد وراسني ماندا ني الاملاك اتوري لي تغسطا مليون ثنايين ما نيش ناس تتاز نشير ما رجم مليون ثنايين انفاركي دي فوبري ثلوان دي الشاي بينو يبينو لا كواما باش وان تعدي علي ان الكاتب الاول هذه دي الكلمة حمي غاية الكلمة الكاتب الاول هذه دي حد المغنية والوضع المقلق باقليم النادو والان الاخوان راه كاين الكراسة انا كنشوف الناس واقفين الله يرحم والديك كاين ناس كاين الكراسة قويين هنا ماذا بكم توقفوا باش الى شي وحدين اخرين غيلقاو فين يوقفوا والان سنمر مباشرة الى كلمة الكتابة الاقليمية والتي سيلقيها الاخ الاستاذ مصطفى بوحجار فتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الأمين السياسية والنقابية والمنظمات والفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية السادة النواب البرلمانيون الإخوة رؤساء ومنتخبو الجماعات المحلية بالإقليم الإخوة في الكتابات الإقليمية للجهة الشرقية والإخوان في الكتابة الإقليمية في كل المنتزة والحسيمة بداية سأطلب الحضور الكريم أن نقف جميعا لقراءة الفاتحة ترحما على شهداء حرب التحرير حرب الريف الأولى بقيادة الشريف محسن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين التي عدت من أجلها فواتير نضالية غالية إذا أخذنا مظاهر الفساد التي تقدم على أهل الإقليم والتي كانت سبب تعطيل مسيرة الدنيا الذي كانت سبب تعطيل مسيرة الدنيا بدأت بالمجال السياحي وتصنيع المنطقة وتخريج مئات الملايين من الأطناف المنتحر المعدني الباطن المتوفر عليه في مناجم الكريم وغيرها من المشاريع التي كان أن يستفيد من الإقليم اقتصاديا محليا وجهويا ووطنيا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدات السادة الأخوات الإخوة قطور ومناضلين وقادة اتحاد الشراكي للقوات الشعبية في الأقاليم الشرقية في إقليم الناظور في الفروع التي جددت نفسها مؤخرا
الإخوة والأخوات المنتخبين في الإقليم وعلى رأسهم أخينا أبشار والإخوة البرلمانيين الحاضرين معنا من الأقاليم الشرقية، لكم أن تفخروا يا أخوان نادور لأنه لا اللجنة المنظمة ولا الرئاسة عرفة النوعية ديال الاتحاديين اللي حرصوا يجيو من مختلف الأقاليم. لا تحضروا فقط تازة والحسيمة، تتحضر هنا وجدة، تتحضر جرادة، تتحضر تاولي، تتحضر بركة، تتحضر الرباط، تتحضر الدار البيضاء، وتحضر في شخصية جميع باش نتساوم باش تفهمني الجميع حتى يعرف مين لا نغيب باش تسمى تزيد مرتيني. داس بروكسل ذهب هناك، انا نسيت راسي كاع بديت انا داس بروكسل ذهب هناك بروكسل وكانت تجمعات ناجحة مع أبناء الناظور في بروكسل وفي غيرها من المدن البلجيكية. واسمحوا لي نقول لكم ماشي فقط الطلب اللي جبنا كنتيجة ديال الأخ أبشار، مباشرة من بعد بروكسل كان عندنا اجتماع ديال الأممية الاشتراكية في اسطنبول في تركيا، والأممية الاشتراكية هي كل الأحزاب الاشتراكية الموجودة في العالم. وناد رئيس الحكومة البلجيكية ونوه بالزيارة التي قمنا بها لبروكسل وبالتجمعات اللي كانت تما. واسمحوا لي نقول لكم بأن المغاربة ولا عندهم تما انتماء المزدوج للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب وللحزب الاشتراكي البلجيكي في بلجيكا. ومباشرة بعد ذلك جونا وزراء في الحكومة البلجيكية وزارونا في مقر الاتحاد الاشتراكي ونحن في المعارضة، وزارنا برلمانيون وافتخرنا أن مغربيات ومغاربة من هذه الأقاليم، كاين اللي منهم من ناظور وكاين اللي من جراد من بركان وكاين اللي من مناطق أخرى، تحتلوا مواقع في الحكومات تما وتحتلوا مواقع في البرلمان، برلمانيات وبرلمانيين من أصل من هذه المناطق الشرقية واللي كانت عندنا بهم لقاءات. أخواتي إخواني باش ما نطولش عليكم، الأخ بوحجار خدنا في جولة دولية وعربية ووطنية ومحلية، والأخ أبشار تحدث لكم بالتفصيل عن كل قضايا. يبدو لي أن الحدث الطاغي اليوم هو العودة ديال إخواننا في المهجر. مغاربة العالم من تيجيو لبلادهم اللي تيساهموا في التنمية ديال بلادهم واللي تيحاملوا على حل مشاكل بلادهم، مع كامل الأسف سنة بعد سنة تتراجع الأهمية باستقبالهم. سنة بعد سنة تنشوفوا أن المعاناة من محلات الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية والأقاليم الشرقية، وخا الشهر شهر عطلة، اتحاديات واتحاديين في إقليمنا تدعوا لهذه العطلة من أجل التحضير الجيد للدخول السياسي والاجتماعي الذي سيكون بعد أسبوعين. ولذلك لا بد أن ننوه بأشغال اللجنة التحضيرية لهيئة أوراق جيدة حول مشاكل المنطقة وحول الإصلاحات التي يقترحها الأطر ديالنا فيما يتعلق بمشاكل المنطقة. من القضايا الأساسية المعروضة قضية مغاربة العالم، الإقليم من المناطق الأساسية التي تعاني كثيرا مما يتعرض له أبنائنا من مشاكل، سواء في الدخول العودة إلى بلادهم أو سواء في القضايا التي لها
الحمراء باش تقطع المليليه. ملي تقطع المليليه والناس اللي كيجيو المليليه كيبسلوا الحدود كيتكبسوا، راه الصحافه الوطنيه والمحليه صوروا راه الولاد توفوا تما الولاد الصغار، وكاين الزحام وكاين بزاف ديال المشاكل. حنايا كنطلب منك راه الجاليه اللي جاو عندي الا بغيت تعاوننا غادي تعطي لهم الرخصه باش يشريو الباركاوات ولا يكريو حتى هما غادي يديروا الباركاوات، ماشي نستنى غير نخلي هذيك الرخصه عند النصارى. منين هما انا دارت السياسه ديالو ديال الفاشل والمسؤولين ديالو كان حتى هما سدوا على الوشية، وحتى هذيك الباركاوات مشاو في السيزي ديالهم وخلاو الشركه ديال اسبانيا. وعاود هدرتي على اي حاجه تزاد فيه الحكومه الحاليه، لان انا كنشوف اقليم الموزع في البترول وهو سياره الشاحنات ديال البترول كيخرجوا من الميناء الناظور بالانصار التازه الحسيمه توريات وجده. وانا كنشوف لان قال هذيك الجمل حنايا نوضوها واش ما نوضوش ما نوضوش صابرين، علاش المحروقات في النوضوها غالية وكنمشي لحسيمة كنلقاها رخيص وكنمشي لدازا رخيص وجدة رخيص. إقليم الموزع وهو إقليم النوضوها، علاش هذا الشيء؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب ولا